دعوني أقدم لكم زميلتكم الجديدة هانا. لما تضع صندوقاً على رأسها؟ إنها تشعر بالخجل، خاصة بأنه اليوم الأول لها هنا. هذا لا يعقل. ماذا تخبئ؟ أظن أنها قبيحة، صحيح؟ حسناً، توقفي آبي. أو سيدة جونسون، الجميع هنا يفكر مثلي، لست هنا لوحدي. أنا متأكدة من أنها غريبة الأطوار. لا تعامل بقلة احترام. عزيزتي، هل تريدين أن تذهبي للجلوس؟ تدو. سيد لي، عندما سمعت بأن هانا ترتدي صندوقاً على رأسها، ظننت الأمر مؤقتاً، أعني على سبيل الموضة أو ما شابه. لم أتوقع أن الأمر دائم. كانت ترتدي قناعاً في المنزل. الصندوق جديد الآن، لازلت أتمنى بأنها مجرد مرحلة مؤقتة فقط لا أكثر. حسناً، إن كان الأمر مؤقت فسأرحب بعودتها في أي وقت. أظن أنه من الصعب وجودها الآن سيد لي. أنا أعتذر منك. وجودها ليوم واحد في الصف والصندوق على رأسها أحدث ضجة، ولم أنجز درسي كما يجب. أرجو أن تتفهم وضعي. حاولت شرح الحالة لمعالجة هانا. قلت بأنه يجب إبقاؤها تتابع دراستها في المنزل لهذا السبب، ولكنها أصرت أن تخوض الحياة الاجتماعية مع الأطفال الآخرين. أعذرني على سؤالي، ولكن كيف بدأ الأمر معها؟ أعني تغطية وجهها. تجربة قاسية سببت لها حالة من الصدمة قبل سنوات. اسمعي، اعتادت هانا أن تكون مفعمة بالحيوية والثقة بالنفس، ويوما ما التقت بصبي يدعى أليكس، ومنذ ذلك اليوم لم تتوقف عن الحديث عنه. اعتقدت فقط بأنه حبيب الطفولة، فلم أدقق حينها في الموضوع. لم يكن لدي فكرة عما سوف يحدث لاحقا. هانا قررت أن تبوح لأليكس بأنها معجبة به أمام بعض من الأصدقاء. مرحبا أليكس، أنا معجبة بك. أنت قبيحة. جرحت من قبل الأطفال كثيراً لدرجة أنها رفضت النظر إلى المرآة مجدداً، وقررت من دون أن تتكلم مع أحد بهذا الموضوع أن تغطي وجهها. هل فهمت الآن؟ كل هذا بسبب صبي نعتها بالقبيحة واقتنعت بذلك. وضعها هذا يحرق قلبي حقاً. نعم، أتمنى أن تعرف كم هي جميلة بالفعل. أنا حزينة جداً لأن هانا مرت بهذه الظروف. تأملت بأن تكون نصيحة المعالجة بأن الاختلاط ببيئة اجتماعية سيساعدها. هذا أفضل من بقائها في عزلة في غرفتها مع الكمبيوتر طوال اليوم. ولكن رغم كل ذلك أتفهم وضعكم هنا. شكراً لإصغائك. سيد لي، سأجد طريقة لمساعدة هانا. أخبرها بأني أنتظرها غداً. مرحباً يا فرشاتي، لقد كان يوماً قاسياً. هزأ الجميع بصندوقي الذي أرتديه كي لا أظهر وجهي. تمنيت لو باستطاعتي أن أطير بعيداً جداً، ولكني تذكرت وجودكم في حياتي، مجتمعي الجميل. نحن فراشات فريدات من نوعنا، صحيح؟ كل شخص لديه صندوق خاص به أو شيء يشعر بالخجل منه. هذا ما اعتاد أبي أن يقوله لي. الفراشة لا تنتظر المديح بجمالها من أحد، هي جميلة، ولهذا يناديني أبي بالفراشة. ربما أصدق ذلك يوماً ما، وفي هذه الأثناء ابقي قوية ورفرفي.
لحظة واحدة. هاي فراشتي، أريد التحدث إليك. اسمعي حبيبتي، أريد أن تعرفي بأنك سوف تذهبين للمدرسة غدا، حسنا؟ ماذا؟ أبي أرجوك افهمني، لا تعرف كيف يتصرف الطلاب بلؤم معي، دعني أتعلم من المنزل. أنا آسف حبيبتي، سيساعدك هذا يوما ما، عليك أن تثقي بي. وكيف سيساعدني استهزاؤهم بي؟ ألا تظنون بأن أبي الفتاة الأكثر إثارة في المدرسة؟ بلا شك أنت تواعد الفتاة الأكثر إثارة، 10/10. لا أصدق، وأنا اعتقدت أن الشائعات حول الفتاة ذات الصندوق غير صحيحة. غريبة الأطوار، ما الأسرار التي تخفينها هنا؟ لن أدعك تذهبين قبل أن تريني ما تخفينه. أنا جاد، وإلا سوف أسكب قارورة الماء هذه على رأسك تماماً. ماذا سيحصل؟ 3 2 1. دعها وشأنها. أوه، انظروا إلى هذا، مقنع فاشل آخر. ألك علاقة بها مثلاً؟ عزيزي هيا، لا أستطيع التأخر مرة أخرى. سأنتظرك بعد المدرسة لننهي هذا الموضوع، أتفهم؟ أما أنت، خذي القليل من الماء. لا، توقف ابتعد. أنت أعرف أنا قبيحة. يا لها من مفاجأة، ذات الرأس الصندوقي عادت. هيا هانا، فلنتلاكم. كدت أنسى، معي هدية لك. الآن أصبحت جاهزة للشحن لبلد آخر. صباح الخير أيها الطلاب، أعتذر عن التأخير. ما المضحك جداً. حسناً، إذن درسنا اليوم يتطلب منا جميعاً أن نفكر بطريقة مختلفة. آسفة، لكن لا أعرف إن كان باستطاعتي هنا فعل ذلك. ولما هذا؟ حسناً، من الصعب عليها أن تفكر خارج الصندوق. حسناً يكفي، لنعد إلى الدرس. هيا هيا، مال من؟ هيا مال من؟ هيا ضربة موفقة. هيا نال من؟ هيا هيا جيسون، اجعله يندم. اضرب هيا، اضرب اضرب. توقفوا، اخلع الصندوق وسأتوقف، استغل الفرصة. إذن سيدفع الثمن. حسنا سأفعل، فقط توقف عن ضربه. واو، أنت جميلة. توقف عن إغاظتي. حسنا، لنذهب لمنازلنا، أراكم لاحقا. فراشاتي، حدث اليوم شيء جنوني، أنا خلعت صندوقي. قصة طويلة، ولكن حين خلعت الصندوق الصبي ناداني بصفة لم أستطع تصديقها، ناداني بالجميلة. أنت
أنا متأكدة من أنه قالها ليغيظني، لكن لا يسعني إلا أن أتساءل. أتعلمون؟ أنا لم أنظر إلى نفسي في المرآة لسنوات عدة، حتى أني لا أتذكر شكلي. لذا أنا قررت أن أنشر صورتي لأول مرة هنا لترون كيف أبدو، وأعلم بأنكم سوف تخبرونني الحقيقة، لذا لن أخسر شيئاً. أتى أحدهم لرؤيتك؟ أهلا، أنا أتيت لأقول لك أنا آسف. بصراحة لا أعلم لما قلت ذلك، ربما خجلت من فكرتي أن يعجب الفتيان بالفتيات. لم أقصد أن أؤذيك. وبدلا من أن أقول لك أنك جميلة قلت أنك قبيحة. أريد أن أخبرك بأنك أجمل فتاة رأيتها في حياتي. أعرف أنك تكرهينني، لكن أردتك أن تعرفي هذا. أوه، أنا... تفضلي، أحضرت لك شيئاً. اعتني بنفسك. فراشتي؟ أعلم بأنك واجهت الكثير خلال اليومين الماضيين، لذا قررت أنه لا بأس بالعودة للتعليم المنزلي من الآن. سأسأل مديري عن إمكانية العودة للعمل في المنزل. هانا؟ أصابع يدي حمراء، لكن لا بأس. لا أصدق، لا أصدق كم هي مثيرة. إنها رائعة، 10/10 حقا، أو ربما 11 حتى. مرحبا هانا، أظن أننا بدأنا بداية سيئة حقا. أنا جيسون، هل يمكنني الجلوس؟ أنا أريد أن... ما الذي تفعله؟ تتحدث معها؟ أنا كنت فقط أسألها أين هو صندوقها الغبي ذاك؟ ابقي بعيدة عن جيسون. للأمانة تبدين أفضل بالصندوق. لهذا أراد صديقك الجلوس إلى جانبها؟ هل يمكنني الجلوس؟ أعدك بألا أزعجك. هيا تعال. لماذا تحدق بها هكذا؟ أو أنا لا أفعل. رأيتك للتو.